وحول آخر التطورات ينضم إلينا الطبيب أو طبيب العائلة ومدير صندوق المرضى كلاليت في معليا دكتور حنا ليوس، مرحبا بك معنا. وأيضا ينضم إلينا أيضا من الناصرة أو من عين مهل تحديدا مدير المدرسة رائد حبيب الله، مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور حنا، بداية يعني هناك ارتفاع في الأيام الأخيرة وهناك أيضا ارتفاع داخل بعض البلدات العربية، هل من آليات لربما قد تكون خلال الأيام القريبة للحد من انتشار الوباء؟ السؤال مساء الخير أدهم، ما سمعتش آخر السؤال. نعم، أعيد السؤال مجددا، هل من طرق للحد من انتشار الوباء؟ هناك انتشار كبير جدا داخل البلدات العربية. طلع اول شيء بنفتش على السبب، شو عم ليش الانتشار عم بيصير؟ ليش مثلا احنا اليوم بهذا الوضع اللي هو وضع سيء جدا وفيه خروج عن السيطره؟ يعني اذا بنحلل الموضوع ليش احنا وصلنا لهي النقطه، انا حسب رايي السبب الاساسي هو تصرف الناس. الناس مش عم تلتزم بالتعليمات، والناس كمان صار عندها نوع من الأديشوت في الموضوع. نعم. الأجهزة الطبية جاهزة وباستنفار، المستشفيات نفس الشيء، كل يوم عم بيفتحوا محلكة كورونا جديدة. نعم. وزارة الصحة واضحة، بس الناس مش عم تلتزم بالتعليمات، هذا السبب الرئيسي. طيب، وبسبب عدم الالتزام التحول إلى أستاذ رائد حبيب الله، يعني تم تعطيل السنة الدراسية بالطبع في معظم البلدان العربية التي وصلت بحسب خطة جامزو إلى اللون الأحمر. كيف تصف الأجواء وردود الفعل عند الطلاب والأهالي والهيئة التدريسية؟ الأجواء طبعا أجواء مخيبة للأمل، يعني سلب فرحة افتتاح السنة الدراسية عند طلابنا ليس بالشيء الهين، وبالذات طلاب الصف الأول. يعني وسمعت أصداء كثيرة من أهالي الذين طبعا واجهوا حوار غير سهل مع أسئلة أبنائهم في الصف الأول، لماذا لم نذهب إلى المدرسة ولماذا المدرسة مغلقة؟ وأن إحنا فرحة بداية السنة هي فرحة نعلمها كلياتنا، كل من كان في المدارس يعلم ماذا يعني 1/9 بالنسبة لنا كطلاب وكأهالي. وبسبب هذه الظروف طبعا ما 1/9 ما بيكون 1/9 اللي إحنا بنعرفه وبنحبه، فبيكون في خيبة أمل وشعور جدا مش حلو، وليس هذا ما نتمنى لطلابنا ولا أهلنا، وبالذات للصغار منهم اللي بيحبوا المدرسة كثير وينتظروها طبعا بفارغ الصبر. نعم دكتور حنا، أعود إليك مجددا، يعني بالطبع تحدثت عن ثقافة عدم الالتزام في هذه المرحلة وعدم الانصياع للأوامر، هل هناك من بشرة خلال فترة الشتاء أم هناك تحذيرات فعلا خلال الفترة المقبلة من أن الفيروس يتفشى أكثر فأكثر؟ أنا صحيح متشائم لفترة الشتاء، إحنا اليوم بالصيف وبهذا الوضع اللي موجودين فيه، فكيف بكرة لما بتختلط الكورونا مع الشقاعة اللي بشكل طبيعي المستشفيات بهي الفترة بتكون بمعدل إشفوزيم عالي جدا، بوصل ل 150 و 160%. فكمان مرة برجع لقصة الالتزام بالتعليمات، اليوم عم بلاحظ كطبيب عائلي أنا أنه في الناس بتعتبر الحجر الصحي كعقاب، ما بتعتبره كوقاية، وهي شغلة جدا 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 مهمة بالتعاون مع وزارة الصحة. بالنسبة للحكيرة الإبيديميولوجية أنا بشوف إنه الناس مش عم تتعاون بالحكيرة، عم بتحاول إنه تخفي معلومات حتى ما تفوت على الحجر الطبي. ف القصة بتبلش وبتنتهي حسب رأيي بتصرف الناس. نعم. إذا احنا نتصرف مضبوط ممكن يحتوي المرض. نعم أستاذ رائد، يعني بالطبع هل يمكن القول أن خلال الفترة المقبلة سيكون هناك التعليم عن بعد كوسيلة على الأقل لحل هذه الأزمة، أو هناك معلومات على الأقل في المرحلة المقبلة بعودة الطلاب إلى المدارس؟ صحيح سيد أدهم، احنا نعيش في يعني في ظروف غير واضحة، والظروف صعبة جدا انك كمدراء مدارس في التأقلم سريعا مع كل الأنباء والتعليمات المتسارعة من يوم لآخر. يعني فاحنا جهزنا حالنا لافتتاح السنة الدراسية على أساس لمدة هيبريدي، طبعا المصطلح الشائع اليوم،
وهو التعلم بواسطة عن بعد وتعلم في المدرسة وإيجاد الظروف الملائمة ما بين حضور نعم. الطلاب قسم الطلاب وعدم حضور الآخرين حفاظا على تعليمات وزارة الصحة ووزارة المعارف نعم. لكن كل ذلك تحديات أن تحاول استغلال الموارد الموجودة وأن تقدم الأفضل للطلاب وأن تقوم بعملية تعليمية سليمة وأن تقدم حسب الخطة وحسب المنهاج. تحديات كبيرة جدا لكن نحاول الأفضل. فهنالك حسب الاتجاه اللي كان طبعا تلاميذ كانت قسم الطلاب طبعا من صف اول لصف رابع يحضرون للمدرسه على الاقل خمس ايام في خمس ساعات على الاقل، وطلاب خمس سادس ياتون حتى يكفسلون نعم يعني نكون احنا جاهزين لتعلم بهذه الطريقه نعم. هذا طبعا يختلف كمان عن تعلم عن بعد كلي في حال اغلاق شامل للمدارس نعم. بالطبع نتهيأ بطريقه ثانيه نعم. يعني نكون جاهزين انه نتعلم نعم. نعم لضيق الوقت بالطبع يعني سنتابع هذه القضيه ونأسف على عوده الطلاب الى المدارس. اشكرك جزيل الشكر استاذ رائد حبيب الله من عمان وايضا دكتور حنا اليوس طبيب عائله ومدير صندوق كلاليت في معليا.